السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة الجمعة وده معادنا مع البث المباشر، فبالإضافة لكده بحاول أجاوب لكم على أهم الأسئلة اللي جات على الموقع بتاعي اللي هو dr-hilal.com. على اساس زي ما شرحت قبل كده ان الكلام في حل اجابه الاسئله بيبقى اسهل ومفهوم اكتر ويمكن بياخد وقت اقل، فياريت كل واحد منكم لما يحب يسال سؤال ويحب يتاكد ان هتجاوب عليه حطه في الموقع اللي انا حاطط لكم الرابط بتاعه هنا على الفيديو. فخلينا نشوف الاسئله اللي جت النهارده واجاباتها اللي انا جاوبتها. بس احب انوه لشيء معين، وهو ان انت لما بتحط سؤال في الموقع ممكن تحط سؤال بعد تسجيل الدخول او من غير تسجيل الدخول. الفرق بينهم ان انت لو حاطط سؤال وانت مسجل دخولك تقدر توصل لسؤالك مرة تانية بسهولة. التعليقات اللي انت حاططها لما تكون مسجل دخولك ممكن سهل ان انت ترجع لها تاني وتشوفها مرة تانية وتشوف الإجابات عليها كلها. لكن لما بتحط سؤالك بدون تسجيل الدخول طبعا ما بتقدرش تتابع أو ما بتقدرش تشوف الإجابات بتاعتك السابقة اللي انت حطيتها مثلا من أسبوع أو من أسبوعين. الأسئلة بتاعتك والإجابات عليها ما بتقدرش إيه تشوفها بشكل يعني متسلسل كله مع بعض. ده الفرق بين الاتنين. والتسجيل سهل جدا جدا في الموقع، عادي جدا يعني ما فيهوش تعقيدات، يا دوب بتحط ايميل وتحط اسم مستخدم وخلاص. ادي الموقع اهوت بيجي لك dr-hilal.com. بتنزل تحت عشان تعرف تسجل، لو عايز تسجل الدخول يعني بتنزل لتحت بتلاقي في ايقونه كده تحت خالص في الديل اسمها ايه، تسجيل الدخول. يا اما لو عندك حساب بتضغط هنا، لو ما عندكش بتعمل حساب جديد او تسجيل الدخول. بتجيلك الصفحه ديت زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش حاجه غير هو ايه حاجتين فقط لغير. هنا بتحط اسم المستخدم اللي انت عايزه ايا كان، وبعدين هنا بتحط الايميل بس، وبعد كده بتروح ضغط. ده كل اللي فاهم الامر. وبعد ما بتضغط بيجيلك ايه التسجيل، بتفتح لك صفحه تانيه اهوت تسجل الدخول باسم المستخدم او كلمة المرور. بتجيلك المنطقة ديت كده بهذه الشاشة، فاشغل ان انت بتكتب اسم المستخدم بتاعك وبعدين اسم اسم المستخدم اللي انت اخترته من شوية والباسورد، وبعد كده بتضغط هنا عشان تعرف ان انت الموقع يعرف ان انت انسان يعني مش روبوت، وبعدين تضغط هنا على لوج ان. خلاص يبقى كده انت دخلت الموقع وانتهينا، يعني حاجة ما تاخدش منك أكتر من دقيقة. خلينا نشوف الأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله. دي الأسئلة اللي أخيرا اللي نزلت على الموقع. السؤال وح جوري 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 بتسأل بتقول: أنا سألتك عن بنتي واحتمال العدوى، اتشكت بسرنجة بتاعت ستاه، احنا ساكنين في مصر والحقنة عضل مش وريد، يعني البنت اتشكت بالحقنة اللي بتاخد بيها ستها، وستها عندها فيروس ب، عندها فيروس ايه سي، للاسف عندها فيروس سي. طمني بالله عليك. الإجابة هي لو اتشكت مباشرة، يعني ستها خدت الإبرة واتشكت مباشرة خلال دقايق ففي احتمال العدوى قائمة، لكن لو مر ما بين الحقنة استخدمتها ستها من كام ساعة كده وبعد كده تشكت البنت فمفيش احتمال عدوى، لأن الفيروس ما بيقدرش يعيش بره الجسم. أستاذ أحمد علي بيقول: أتمنى أنك، أنا صاحب السؤال واليوم تم انفصالي عن زوجتي بسبب الوسواس، حياتي أصبحت عبارة عن زيارة أطباء وعمل فحوصات. وواضح الأخ سليم ده أنا جاوبته على كل الأسئلة، بس هو ممكن ما يكونش بيعرف يرجع للكومنتات بتاعته تاني، للأسئلة بتاعته تاني، وده سببها إن هو مش مسجل، ممكن ما يكونش مسجل دخوله في الموقع فبيتوه ما بيقدرش يوصل للتعقيبات بتاعته بسهولة.
وعشان كده بوصي ان اللي يعني انت هتكتب تعقيب في الموقع ممكن تكتبه وانت عندك وانت بعد ما تسجل دخولك او لا، بس لما تسجل دخولك زي ما قلت قبل كده بتقدر ترجع للكومنتات بتاعتك بسهولة. فأخونا سليم طبعا عشان أرد عليه مش عارف أقول إيه، لأن أنا الأسئلة بتاعته القديمة ما مش فاكرها، فعشان كده اللي هو بيكتب سؤال وما يلاقهوش يعني ما يحس إن أنا ما ردتش عليه يكتب نفس السؤال تاني. يعني كنت أحب إن سليم ده يكتب هنا إيه الأسئلة السابقة كالتالي، ويروح رصصها كلها حتة واحدة تحت موضوعه عشان أفهم إيه الأسئلة اللي سألها قبل كده. ويا حبذا لو هو كان شاف الإجابات بتاعتي برضو ينسخ الإجابات بتاعتي ويحطها في سؤاله، بحيث يبقى السؤال بتاعه إيه متكامل، مفهوم هو كان سائل عن إيه وأنا قلت له إيه والحاجات دي كلها. أما بقى بالنسبة للوسواس وإنه انفصل عن زوجته، طبعا ده كلام يعني أنا مش فاكر موضوعه، لكن هو اتعرض للعدوى ويمكن تكون عدوى عادية. يا أستاذ سليم هنقول لك الحكاية بالظبط. أنت يا أستاذ سليم لو عاشرت حد عنده مصاب بفيروس الإيدز واحد، أو كنت أنت بتعمل في الشؤون الصحية، يبقى لازم تعيد التحليل مرة واثنين وثلاثة. لو أنت من النوع اللي بتمارس الجنس الشاذ، أو من نوع اللي ليك علاقة بواحدة عندها إيدز، فيبقى صح انت كده لازم تنفصل عن زوجتك بصراحة، الى ان ايه ان انت تظبط امورك وترجع للطريق السليم. يعني بعد الشر انا عمال اتكلم يعني مش فاكر اسئلته، لكن انا بتصور لو انت كنت بتمارس علاقات شاذة او بتمارس علاقة مع واحدة عندها الفيروس، فاكيد لازم تبعد عن زوجتك عشان ما تعدهاش. لكن يا أستاذ سليم لو أنت اتعديت بالطرق اللي هي الشائعة، واحد شكته إبرة بالغلط، واحد راح عمل تاتو مش عارف يا ترى الحبر ملوث ولا لأ، والأسئلة إياها دي، أو سلم على واحد مصاب بالإيدز، الأسئلة إياها دي كلها الاحتمال، يعني هذه الأمور كلها من احتمالات العدوى، طبعا مش بتنقل العدوى أبدا، ويبقى يعني مبالغة منك ان انت تبقى عندك وسواس بسبب الحاجات دي، ومبالغة اكتر ان انت تنفصل عن زوجتك بسبب الحاجات. وبعدين انت عملت تحليل وفحوصات، عايز ايه تاني بقى؟ يبقى انت لو عملت تحليل وفحوصات وطلعت سلبي بعد كل هذا الكلام ولسه عندك وسواس لدرجة انك انفصلت عن زوجتك، يبقى نصيحتي ليك تروح تشوف طبيب نفساني، لان كده انت دخلت في مرض نفسيا. وربنا يعافيك ويعافينا كلنا من الامراض جميعا، سواء نفسية او غير نفسية. دي اجاباتي على اسئلة الناس كلها القديمة، لكن خلينا نشوف واحد واحد. احمد علي، اظن احمد علي ده اللي هو هنا قال ايه، لا احمد علي ده برضو من الناس اللي سألت اسئلة كتير على نفس الموضوع. خلينا نشوف الاستاذ جود. بالنسبة لمن ليس لديه، ممكن برضو لما تبقى تسجل انت يعني ممكن يكون مسجل بس مش حاطط صورة شخصية لي، حط اي صورة عشان نفتكرك بيها، لا يعني نقدر نوصل لك بسهولة برضو نراجع الاسئلة القديمة بتاعتك، وحط صورة شيء سهل. بيقول بالنسبة لمن ليس لديه القدرة على شراء المكملات الغذائية، واحد ما يقدرش يشتري مكملات غذائية يعمل ايه؟ بماذا يمكن ان يعوض؟ هو المكملات الغذائية ديت بناخدها عشان احنا مش عارفين نمشي اسلوب حياة صحي، لكن لو اتبعنا اسلوب الحياة الصحي اتبعنا اسلوب الحياة الصحي من اكل ومن اكل صحي ونوم صحي والرياضة، اكيد مش محتاج اي حاجة تانية. بالنسبة لأحمد علي، السلام عليكم دكتور هلال، بعد أن أسلكت صدري بالرد علي بأن التحليل البي سي آر لفيروس الإيدز قطعي بعد 31 يوم، عاد الوسواس مرة تانية، والسبب كان رد حضرتك على متابع في الصفحة أنه عمل علاقة شاذة
وانه عمل 8 مرات بي سي ار، وانه تحدث مع دكتور ومش عارف، واخبره بانه غير كافي، وانه يعمل تحليل كومبو. وكان رد حضرتك ايضا انه يعمل كومبو لانه عمل علاقه شاذه. والسؤال ايهما افضل، الكومبو ام البي سي ار؟ وهل اكتشاف الفيروس يختلف من علاقه عاديه عن علاقه شاذه؟ عن العلاقه الشاذه عن نقل الدم، مش المفروض ان وجود الفيروس بالجسم يكتشف بالتحليل؟ البي سي ار طبعا قطعي، البي سي ار قطعي، لكن الجزئية بتاعت هل الفيروس يختلف من علاقة عادية وعلاقة شاذة؟ طبعا يختلف، مش الفيروس بقى اللي نفسه يختلف، ان اللي عنده علاقة شاذة بيمارس علاقات شاذة ممكن يتعدي في اي وقت، لكن لو عمل علاقة شاذة بالخطأ دي حاجة تانية. لكن الناس اللي بتمارس علاقة شاذة لازم يعيدوا التحليل كل 6 شهور لحد ما ربنا يتوب عليهم من هذه العلاقات الشاذة. لكن لو واحد عمل علاقة شاذة بالخطأ وعلاقة عادية مع، خلينا نقول علاقة شاذة مع أي حد، وعلاقة طبعا علاقة شاذة يعني مع رجل وراجل، وعلاقة عادية اللي هو رجل وست مع واحدة عندها ايدز، ده نفس الوضع، ده اسمهم فئة ذات خطورة عالية. اي علاقة شاذة او اي علاقة عادية مع حد، مع واحدة ست مصابة بالايدز، مصابة بالفيروس، فدي خطورتها عالية، فبالتالي دول يفضل اعادة التحليل مرة كمان بعد فترة تانية، بعد حتى التحاليل الاولانية تكون كويسة سلبية. وأقصى مدة الواحد يعيد فيها التحاليل بعد حوالي 6 شهور، لما يكون عاشر واحدة ستة عندها إيدز، عندها الفيروس، أو قام بعلاقة شاذة، لأن دول فئة ذات خطورة عالية. أما العدوى العادية، واحد بيقول أنا احتمال إبرة شكتني، احتمال عملت تاتو، فكل دول احتمالات العدوى فيهم ضعيفة جدا جدا إن لم تكن منعدمة، ولذلك يكفي أوي التحليل إذا كان مضاد بيتعمل بعد 3 شهور، ولو كومبو أو بي سي آر بيتعمل الوقت المناسب. يعني بي سي آر ممكن يوم بعد 20 يوم أو 21 يوم يبقى قطعي، الكومبو بعد مثلا 31 يوم 35 يوم يبقى قطعي، ولو مضاد بعد 90 يوم يبقى قطعي. فالناس اللي بتتعرض للعدوى اللي هي مش ذات خطورة عالية يكفي قوي ان يعملوا التحاليل في الوقت ده وطلع سلبي، خلاص يحمدوا ربنا، بس يخلي بالهم بعد كده، يخلي بالهم ان هم ما يتعرضوش لاحتمالات عدوى تاني. وانما اللي اتعرض لعدوى نتيجة علاقة شاذة او نتيجة علاقة بسيدة عندها الفيروس، فدول فئة ذات خطورة عالية، لما بيعمل التحليل وطلع سلبي يفضل يعيده مرة تاني وخلاص. أما اللي مستمرين في هذه العلاقات الشاذة، أو المستمر في علاقة مع طرف آخر عنده المصاب، فده لازم يعيد التحليل على الأقل مرة كل 6 شهور. الأستاذ سائر أبو غزالة، دكتور هل ممكن علميا أن الجسم ينتج أجسام مضادة ضد فيروس الإيدز ولا ترتفع درجة حرارة الجسم ولا تظهر أي أعراض أولية للإصابة بالفيروس؟ ممكن قوي ما تظهرش أي أعراض، وممكن ما ترتفعش درجة الحرارة، أو ممكن تحصل الحاجات دي وما ياخدش باله، لأن ممكن قوي زي ما قلنا دور زي الإنفلونزا، اي علامة بتحصل، ولو ان اكتر علامات اللي هي الرشح، العفو، الطفح الجلدي المنتشر، والاسهال الطويل المدى يعني كذا يوم، وتورم الغدد الليمفاوية، دول 3 علامات المهمين، ممكن تيجي علامة واحدة او اكتر من علامة مع بعض.
وممكن تيجي بقى العلامات العادية، شوية رشح، التهاب في الزور، وتعدي والواحد ما ياخدش باله منها. أمجد رفعت بيسأل بيقول: دكتور أنا عملت علاقة قبل 14 يوم وعندي شك ووسواس قاتل إني أصبت بالإيدز، أي فحص أعمل بهذه الفترة لنفي الإصابة؟ مش قادر أنتظر 3 شهور. 14 يوم ممكن تعمل بي سي آر، لو سلبي طبعا، لو سلبي بتعيده تاني بعد حوالي 21 يوم أو 25 يوم. طب السؤال، طب أنا أعمله ليه دلوقتي؟ تعمله دلوقتي عشان لا قدر الله لو إيجابي، لو طلع إيجابي تلحق نفسك بدري، لكن لو طلع سلبي خير وبركة، أنت كده 99% سليم، بس عشان نكملها 100% تعمله مرة تانية بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام. ديت الأخت جوري اللي هو السؤال بتاع بنتها، وجاوبتها أنا عليه في أول التسجيل. خليل بيقول: مش عارف HIV أنتيجين أنتي بودي كومبو ماشي قطع بعد الشك بالإصابة بعد كام يوم؟ تقريبا كده، ده قطع بعد حوالي شهر، الكومبو قطع بعد حوالي شهر. هو الكومبو بيكتشف الانتيجين، هذا الانتيجين ممكن يظهر بعد 16 يوم، لكن عشان نقول قطعي نديله شهر. ودي اسئله الاخ سليمه اهو تاني اللي هو سالها قبل كده. بيقول ان في دكتور اسمه جوهر قال له البي سي ار مش كافي عشان يقول اصاب ولا لا، لان البي سي ار ما بيطلعش النتيجة سلبي أو إيجابي، وإنما بيطلع undetected. undetected يعني إيه؟ يعني ممكن يكون فيه الفيروس بس قليل جدا، ماشي، يبقى إذن ده مصاب، أو ما يكونش فيه الفيروس خالص. فعشان كده بنقول البي سي آر لا يستخدم للتشخيص، اللي بيستخدم للتشخيص يا المضاد يا الكومبو، ماشي. البي سي ار لما بتعمله undetected، طب undetected معناه ايه؟ ممكن يكون عندك عدد من الفيروس بس مصاب بس خامل، undetected يعني عندك 20، العدد 20 او 15، فمش التحليل يعني ايه undetected. طب ما لو عندك 10 او 15 معناه انك مصاب، وبرضه لو عندك صفر undetected معناه انك مش مصاب خالص. في جميع هذه الاحوال بتعمل بقى المضاد اللي هو الكومبو، في مضاد وانتج، اي نسبه موجوده هتظهر في هذا التحليل، حتى undetected بالبي سي ار هيظهر في المضاد وفي الكومبو. ومن هنا كلام الدكتور لما قال البي سي ار مش كافي، لان البي سي ار ما بيقولش صفر ولا فيه، بيقول undetected. هذه الـ undetected معناها ممكن يكون أي عدد صغير مش باين بالتحليل. فعشان نستبعد الوجود تماما بنعمل المضاد والكومب أو الكومب. دي تقريبا كده الأسئلة اللي جت خلال هذا اليوم، وإن شاء الله أكون جاوبتكم عليها. وزي ما قلت لكم حاولوا تحطوا الأسئلة بتاعتكم بالتوضيح، وحاولوا تسجلوا قبل ما تحطوا السؤال عشان تقدروا تتابعوا بعد كده الأسئلة بتاعتكم في مكانها. وشكرا ليكم وألف سلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.